حنا دابا كتواجدوا في المنطقه تاع الماما بخان تبع الجماعه التغسالين اقليم خريفرة. تقريبا هذه شي عامين وبدا هذا الجفاف، والسبب قله الامطار والثلوج، وهذا الشيء هو المشكل ديال هذه الضياع هذه. ما عندها علاقه لا بالبيار لا بوالو، الا كاين ثلج كانت عمر، ما كاينش ثلج صافي كتمشي بحالها. هذه شي 3 سنين طاح ثلج كانت عمرها حتى وصلت الطريق، دابا هاد عامين هادي ما طاح لا ثلج لا شتا صافي وهي تمشي. الطيور المهاجرة وداك الشي ما بقاوش كيدخلو كاع. كانت هاد المنطقة هادي منطقة سياحية من 2017، كانت الدنيا هنا كانت عمر، السياحة بدات غير في النقصة، بقى دابا غير شي حاجة قليلة اللي كتجي لهنا. كانوا الناس هنا كيجيو من بلايص تيغسالي الخريفرة ومكناس، دابا ما بقاش داكشي، وشي النصارى دابا قليل داكشي، من الماء ما بقاش بزاف. كنتمناو العام الجاي طيح شي ثلج مزيانة ان شاء الله، وترجع المياه لبلاصتها وترجع الحياة كما كانت في الاول وصافي.